إذا بيوم من الأيام طلعت هاي التجاعيد اللي يشوفها على وجهك مثل ما موضح لك بهاي الصورة، شلون تعالج هاي التجاعيد؟ بداية خلينا نعرف شنو هي الأسباب الظهور هاي التجاعيد على الوجه. ادعم المحتوى التعليمي بلايك، ودعم للمتابعة وسوي مشاركة للفيديو حتى الكل تستفاد ويوصل لأكثر عدد من المشاهدات. أولا، أحد أسباب ظهور التجاعيد على الوجه هو التقدم بالعمر. فشوف دائما أن النساء والرجال الكبار بالعمر أن نشوف أن وجههم دائما متهطل، وهذا بسبب أنه الجلد راح يفقد المرونة مالته ويصير به تهطلات. اثنين، التدخين، هذا التدخين مال تجقار. اثنين، التدخين، فشوف دائما المدخنين تشوف أكثرهم الوجوه مالتهم بها تهطلات أو ظهور التجاعيد ودائما أسفل الشفايف مالتهم. وثالثا هو التعرض للأشعة الفوق البنفسجية. دائما بالنهار مالت الصيف تشوف انه اكثر الناس اللي يطلعون بالشمس راح تضربهم الأشعة الفوق البنفسجية، يعني الأشعة هاي الحارقة، فشوف دائما انه تظهر عليهم آثار التجاعيد على الوجه. أربعة هي تعابير الوجه، فدائما شوف انه الشخص اللي يخنزر والشخص الضايج دائما تلقاه يصير عنده تجاعيد بهاي المنطقة، هاي القصة مالته يصير بها تجاعيد بسبب تعابير الوجه. زين، شنو هسه العلاج اللي نستخدمه حتى يروح هاي التجاعيد؟ جيب ورقة وقلم وسجل يمك. خلطة رخيصة كلش وموجودة بكل بيت، وهي عبارة عن بيضة واحدة، هاي البيضة اللي ناكلها، وملعقة مال زيت الزيتون ونصف ليمونة. أول شيء تجيب هاي البيضة، طلع من عندها صفار. كل واحد ما يعرف شلون يطلع الصفار من البياض، يلزم ثومه ويلزمها بيده يشحكها ويشيل الصفار، يبقى بس البياض. تزم البياض تخليه بكاسه وتظل تطرق بيه لمده 5 دقائق، راح يصير رغوه. شلون الرغوه مالت التايد؟ تضيف له ملعقه مال شاي، هاي الملعقه الصغيرونه الخاشوقه من زيت الزيتون الاصلي البكر. تجيب ليمونه كامله، تقص من عندها نص، نص تذبه بالزباله والنص الثاني تعصر المي مالته على يمن على هذا الخليط، تظل تطرق بيه او تخلطه لمده 5 دقائق. راح تخليه على وجهك لمدة نصف ساعة. بس شنو؟ لما تخليه على وجهك تخلي دائرة دائر مدائر العين. ليش؟ لأن الليمون خاف يأثر على العين. وسوي هاي الطريقة بالأسبوع مرتين وإن شاء الله تختفي التجاعيد رسميا وقانونيا. اللي أريده منك هسه حاليا تشارك الفيديو.